بسم الله. هنشوف موضوع كيف نوجد ونرسم التوزيع الطبيعي. السؤال يذكر المتوسط التوزيع الطبيعي عباره 30، انحراف المعيار 5، المطلوب اوجد احتمال ان تزيد قيمه لاكس تم اختيارها عشوائيا في هذا التوزيع عن 24. يعني المطلوب عاوزين نوجد احتمال ب قوس اكس أكبر من 24. سكت. دول المطلوب. المعطيات الموجودة في المسألة سيجما يساوي 5 والانحراف المعياري والمتوسط يساوي 24. طيب كيف بأوجد التوزيع الطبيعي؟ هذا هو منحنى التوزيع الطبيعي. هذا المنحنى الأرقام الموجودة في داخل تحفر 34 34، 13.5 13.5، 2 2، آخر حاجة نص نص. طيب المطلوب عاوزين إكس أكبر من 24. هذه ال 24 اللي أكبر من 24 كل العدد منها، فبالتالي حيكون الاحتمال بي إكس أكبر من 24 هكذا بنجمع كله 13.5 زائد 34 زائد 34 زائد 13.5 زائد 2 زائد نص هكذا. هي هذا الخطوه هي المطلوبه. بي اكس اكبر من 24 بعرف عند 24 واخذ اللي اكبر منها كله من 13.5 لغايه لما نوصل للنص، وحيكون المجموع 97.5. اذا احتمال بي اكس اكبر من 24 يساوي 97.5 في المية، وهذا هو المطلوب. بذلك أكون قد أوجدت احتمال X أكبر من 24.